تقدر تساعد الدولة وتساعد الرياضة عموماً في مصر. مشروع قومي للناشئين أمل لكل الاتحادات إن هي تدخل فيه. يمكن اتحاد تنس الطاولة أول سنة إن احنا ندخل في المشروع ده. في اتحادات كتير سباقة ودخلت فيه من قبل كده زي اتحادات الملاكمة والجودو والرفع الأثقال والمصارعة والسلة والهوكي. يعني مش طبعا في مشروعات اتحادات كتير جدا دخلت في هذا المشروع من أو بطولات الأوروبية في 2020 و2024. النظرة المستقبلية اللي موجودة النهاردة تبشر بالخير إن احنا شغالين بالتوازي في العهد اللي موجود حاليا ما بين اللجنة الأولمبية المصرية وما بين وزارة الشباب والرياضة. العهد كله تعاون وكله تناغم في العمل ما بين الحيتين الكبار. بنقدر النهاردة إن احنا نخطط سويا الأولمبيات القادمة السنة القادمة إن شاء الله في أولمبيات ريو دي جانيرو، وبرضه بنخطط مع بعض للأولمبيات المستقبلية سواء للشباب أو للكبار في السنوات القادمة. الروح اللي موجودة ديت بتتمنى دايما إنها تكون مستمرة، وتعاون الدولة والحركة الأوروبية شيء مهم وهيؤدي دايما إلى رفعة الرياضة وتقدم الرياضة المصرية وهيجي لصالح الجميع. ونشكر كل الخبرات اللي موجودة في وزارة الشباب والرياضة من وكلاء الوزارة وأساتذة التربية الرياضية اللي موجودين وساعدوا كل الاتحادات في هذا المشروع الجميل، وشكرا. كثيرا اساسي اللي موجود. كمان هيبقى فيه الويفنج، الويفنج ده استمراريه. طيب هل هنقف بس عند 7 اتحادات؟ لا، ما احنا عندنا دلوقتي 7 اتحادات نسبيا مع ال10 اتحادات اللي شغالين على 2016. اخترنا موازي ليهم نموذج تاني او نموذج اخر موازي اللي هي اتحاد كره اليد في مشروع العمالقه الوزاره مع الاتحاد فيه. الهوكي على اعتبار ان هي لعبه الأولمبية عايزة تطلع. الدراجات بنضيف السلة وبنضيف الكرة الطائرة كألعاب جماعية، هتشتغل ببروتوتايب تاني أو بنموذج موازي بشكل جنبه مع الاتحادات اللي هي على المدى الزمني. باقي الألعاب أو الرياضات الأولمبية زائد الأول 7 اللي موجودة: اتحاد الملاكمة، اتحاد المصارعة، اتحاد ألعاب قوة، اتحاد تنس الطاولة، اتحاد التايكوندو، اتحاد رفع الأثقال، اتحاد الجودو. ال7 دول هنبدأ دراسة باقي الاتحادات بالنسبة للموازنة سنويا، ازاي نضيف للقالب الأساسي ده الاتحادات اللي تدخل في هذا المشروع القومي بشكل كبير. لو قلنا كمان الاتجاه الموازي المسجل كام؟ حوالي 4 مليون رياضي في قطاع البطولة في مصر. القاعدة القمية كام؟ 2000. القاعدة القمية للألعاب دي كلها 2000. القاعدة القمية ديت جت ازاي؟ لما ابحث تاني وفي التفكير الرياضي جت ازاي؟ جت ان كلنا لعبنا الرياضة، رحت النادي للرياضة اللي انا بحبها مش اللي حد انتقاني فيها. رحت لعبت الرياضة مارست، لما مارست دخلت البطولة، دخلت في الثمانية الاول الاربعة بدأ الاتحاد ينقيني. اذا المنتخب القومي فلسفته جت منين هنا؟ في حوالي 2000 جت ان اللاعب المصري راح بارادته لعب وعامل الوقت او عامل التدريب